في الصوره ادي كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، والدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي، والمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه قاعدين في المنصه ومستنيين النزول لارض الملعب لتتويج جميع الفرق الفائزه. بالمناسبه لازم نقول ان تتويج الفرق النهارده النادي الاهلي في المركز الاول، المركز الثاني نادي سموحه، ونادي اهلي طرابلس في المركز الثالث، ونادي اسوحلي الليبي في المركز الرابع. دكتور فؤاد، فرقتين اثنين مصريين في الاول والثاني، واثنين من ليبيا في الثالث والرابع، وما تبقى من الانديه كلها 22 فريق. رايك ايه في الترتيب بعد البطوله الافريقيه للكره الطايره؟ هل هو ده الترتيب الطبيعي في البطوله، ولا في فرقه المفروض تعدي مركز؟ من وجهه نظري السواحل الليبي كان لازم يطلع فوق شويه. الاول يعني كابتن نور شكر الجهاز الفني كله الحقيقه بتاع النادي سموحه، وكان معاه بنشكر الكابتن جابر عبد العاطي زي ما قال لي بره. ما نقدرش ننساه لان هو ساهم في بناء هذا الفريق، وقفه على رجليه كويس جدا. وكلنا بندعي له بالشفاء العاجل يا رب، وبنشكره على المجهود، وهو فعلا كان مدرب قدير. ثواني يا دكتور، بس هو النزول اهو قدامنا، كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي، والدكتور عمرو علواني، والمهندس فرج عامر، واعضاء الاتحاد الافريقي للكره الطايره، والاستاذه هويده موندي في الصوره اهي قدامنا، ودكتور مهند مجدي رئيس اللجنه العليا للبطوله، للجنه المنظمه للبطوله الافريقيه، ومعاهم كل المدير التنفيذي للاتحاد الاستاذ احمد عبد الدايم. وزي ما احنا شايفين قدامنا تاني اهو فرقه الاهلي اللي هو خالد ابو زينه واعضاء نجوم نادي الاهلي بعد التتويج بالنجمه ال 14. كابتن هاني ميدو مصلحي اهو طالع على الشاشه مبسوط قوي وانت قاعد يا كابتن هاني، وسعيد وفخور بكابتن ميدو مصلحي. انت رايك مين مش مبسوط النهارده يعني؟ انا سعيد بصراحه بادائه وقوته وحماسه وروحه وكل حاجه ميدو مصلحي بصراحه يتمتع بيها. بص هو يعني في حاجه هنتكلم، لا انا هنتكلم بس يعني بسرعه في نقطه. احنا يعني في خلال الخمس سنين اللي فاتوا كان في من ثلاث سنين كانت يعني الزعامه في مصر كانت اتنقلت شويه من النادي الاهلي لنادي الجيش، وكان في لعيبه كتير اتنقلت من النادي الاهلي، وحصلت هزه في الكره الطايره على مستوى الفريق الاول للنادي الاهلي. قدر ميدو في الثلاث سنين اللي فاتت ان هو يجمع اللعيبه تاني ويجمع احسن عناصر. كابتن هاني معلش اعذرني، انا اسف بقطع عليك، لازم نروح لارض الملعب لصاله الامير عبد الله الفيصل سريعا، والتتويج وبدء مراسم تتويج بالبطوله الافريقيه للكره الطايره رجال للفرق الفائزه، الاهلي المصري رقم واحد، وسموحه اثنين، واهلي طرابلس رقم ثلاثه. شايفين قدامنا جمهور الاهلي العظيم في الاحتفال مع فريق الكره الطايره رجال بنهائي البطوله الافريقيه. دكتور فؤاد، زي ما احنا شايفين تكريمات اعتقد من للدكتور عمرو علواني، اعتقد ده من الراعي للبطوله، فبيكرموا الدكتور عمرو علواني كرئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي. كويس، زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وتكريم اخر للدكتور مهند مجدي كرئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله الافريقيه. زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره تكريم اكيد
البطوله تنظيما وفنيات وكل حاجه بيدوا طبعا متمثله في الدكتور مهند مجدي. وادي قدامنا لسه التكريمات تتوالى. كابتن نور تكريم ولا اروع ولا احلى من كده؟ اه طبعا النادي الاهلي ده يعني في حته التنظيم وال بينجح اي بطولات. بدانا في ايه حضرتك؟ كؤوس. بدانا في احسن كؤوس. كابتن نور معانا احسن ارسال. لا احسن ارسال. احسن ارسال محمد المهدي من سموحه وهو بيستلم الجائزه. كابتن عبد القادر بيسلمه الجائزه. تقول ايه؟ المهدي لعيب مكافح. كابتن حسن حصري اشتراه هو واخوه من دمياط. بس شوف الصوره يا كابتن، مين اللي بيهنيه؟ بيهنيه يا كابتن مشاهد. ده لعيب في النادي الاهلي وانتقل راح للسموحه. طب اعذرني، لعيبه الاهلي بتهنيه. احسن استقبال. طبعا احسن استقبال يا كابتن. برافو عليك. راجل محمد رضا من سموحه. معلش يا كابتن اعذروني لان هم مش لاحقيني في الصوره، لازم نجري سريعا معاهم. احسن استقبال محمد رضا من نادي سموحه. برده كل الناس بتهنيه والناس فرحانه وحقا فعلا. وقدامنا احسن معد. مين يا كابتن؟ امير قربوع من سموحه اللي هو طبعا المعد الجزائري، ادى بطوله كويسه جدا. وكان يعني بس انا الحقيقه انا يعني عبد الله كان لازم هو اللي ياخد احسن صانع. اكيد كلنا بنتحيز للنادي الاهلي. وهنخش لاحسن ضارب. احسن ضارب كابتن نور. احسن ضارب احمد سعيد. بيتنطط من الفرحه كابتن نور. واخدها السنه اللي فاتت برضه احمد سعيد. يعني العام الثاني على التوالي. وده نجم من نجوم النادي الاهلي. وايده مندي بتسلمه جائزه. طبعا دينامو الاتحاد رحيل لاحسن ليبرو لمصر. ده رحيل لاحسن ليبرو في البطوله. وادي لا ده مش احسن ليبرو، داخلين على احسن حائط صد. عبد الرحمن سعودي دكتور فؤاد تقول ايه؟ ده يعني مولد نجم جديد. الحقيقه حاجه مفرحه جدا 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 ان هو فعلا يستحق المركز دوت. قدر يغطي غياب طبعا اهو قدامنا عبه في بعض الاوقات. واذا كان ده اخذ احسن حائط صد فندي احسن مدرب برضه كان مصلحي. تمام احسن ليبرو معانا فؤاد المعرج. صح كده؟ تمام. فؤاد المعرج من اهلي طرابلس. وادي بيديله دكتور مهند مجدي قدامنا في الصوره يا جماعه اهو. ما هو برضو لازم انت في بيبقى فيه في البطولات ديت لازم تدي حاجه لبقيه الناس. توقعاتكم يعني. احسن لاعب في البطوله احمد صلاح وانت؟ لا بس فؤاد المعرج ده ضارب ما كانش. بص احمد صلاح هو فعلا احسن لاعب في البطوله بيسجد لربنا شكر. فعلا نجم النجوم يا ابني بصراحه احمد صلاح يا جماعه، يعني فعلا يستاهل الكتير. ادى للنادي كتير وكفايه خلقه واخلاقه فنا ولعبا ومهاره. دكتور عمرو علواني هو وكل اللي بيسلم. دكتور عمرو علواني هو اللي بيسلم. هو احمد صلاح يعني بيعمل الفارق مع اي فرقه بيلعب فيها. الدكتور عمرو هنا بيبوسه وفرحان بيه كاحد ابنائه. والحقيقه هو رايح للكابتن محمود الخطيب هنا، والمهندس فرج عامر ايضا فرحان بيه. يعني مصر كلها ده فكت الكره الطايره المصريه. في اي مكان احمد صلاح لازم يكون واخد مكانه في الصداره في بين اللاعبين. ما شاء الله ربنا يحميه لناديه ولبلده. مبسوط بيه قوي يعني أوي فعلا. كلنا حتى شايف على وشوشكم كلكم فرحانين. احمد صلاح كان تحت 19 سنه اخلاقه عاليه يا كابتن. وكابتن فؤاد كان مدير فني وانا مدرب عام ورحنا نلعب بطوله افريقيا. وانا توقعت وهو تحت 19 سنه قلت للكابتن فؤاد النادي الاهلي كان ناقص حمدي الصافي وناقص ايمن رشدي. ايمن رشدي. واحنا قلنا يعني قلت للكابتن فؤاد كنت متنبئ قلت له احنا لو كسبنا البطوله دي احمد صلاح هياخد احسن لاعب. كان تحت 19 سنه واحمد صلاح خد احسن لاعب والبطوله كانت في الجزائر. وكسبنا البطوله وكسرنا الفرق كلها زي ما احنا شايفين قدامنا اهلي طرابلس والفوز بالمركز الثالث والتتويج بالمركز الثالث. كابتن هاني رايك ان المكان الطبيعي الاهلي طرابلس الثالث ولا الرابع يعني ولا كان السويحلي هو اللي يطلع للمركز الثالث؟ يعني انا رايي طبعا السويحلي كان احسن شويه. اهلي طرابلس هم الاثنين قريبين من بعض برضه بيلعبوا في الدوري الليبي مباريات قويه مع بعض. بس اعتقد ان السويحلي كان جاي كان في الظروف اللي كان فيها البطوله كان بيطمح ان هو ياخد مكان اعلى شويه. فلما خسر ماتش قبل النهاية اعتقد انه حصل له دروب نفسي. هو ده اللي خلى اهلي طرابلس تستغل الفرصه دي وتكسب ماتش الثالث والرابع يعني. لكن كفوليا اعتقد ان السويحلي كان احسن شويه. لكن
هما الاثنين كانوا ممثلين جيدين جدا للكره الطائره الليبيه، والاثنين يعني اثبتوا ان كره الطائره الليبيه جايه على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الانديه. طيب دكتور فايد عايز تقول حاجه على الاهلي؟ بيتا وجوجان عقبه هما اللي بيسلموا نائب رئيس الاتحاد الافريقي، وجوجان رئيس لجنه الكنترول كوميتي، هما اللي بيسلموا ميداليات المركز الثالث. كابتن نور ليك تعليق عن اهلي طرابلس؟ عليه فرقه كويسه، فرقه قويه، كانت مع النادي الاهلي في المجموعه بس قدر الاهلي يفوز عليها. هما حافظين بعض زي ما احنا حافظين بعض هنا في مصر بالنسبه لسموحه والاهلي. هما الانديه الليبيه حافظين بعض، رغم ان السواحلي هو بطل الدوري هناك. تتويج كده رايحين دلوقتي فريق سموحة طبعا بيتوج بالميدالية الفضية، وبنبارك للمهندس فرج عامر، حاجة مشرفة، عامل فرقة كويسة شرفت مصر وعملت نهائي ولا أروع مع النادي الأهلي على قد إمكانيات اللعيبة اللي موجودين، بس هما عندهم لعيبة صغيرين كويسين قوي، عاملين فرقة كويسة جايه في البطولات الجايه. ودي كلمه ليهم وتقول لهم ايه هو مديرهم الفني الناجح كابتن طارق الزفتاوي؟ انا ببارك لهم يعني رغم ان هم خسرانين النهارده، انما انا ببارك لهم لان اول مره في تاريخ حياتهم ياخدوا مركز تاني، يلعبوا فاينل، ورغم ذلك ادوا مباراه كويسه جدا جدا جدا، رغم مجمل المباراه خساره 3-0، انما النتيجه في الفولي غير الكوره. في الفولي جيمات مقفوله وعاملين ماتشات كويسه، وبنبارك لهم وان شاء الله القادم يبقى احسن ليهم. احسن ليهم تاني مره، وكل مره هنقول مبروك لنادي سموحه تتويج بالميداليه الفضيه في البطوله الافريقيه. لكن كابتن هاني رايحين بقى للذهب. رايحين للذهب، بس قبل ما نسيب سموحه هتلاقي هتلاقي في حاجه مش طبيعيه في البطولات، اللي بياخد المركز الثاني بتلاقيه عاده بيبقى حزين جدا في تسليم الميداليات، لكن انت شايف ان لعيب سموحه فرحانين قوي المركز الثاني، ان هم حاسين ان هم عملوا احسن حاجه يقدروا يعملوها. هو يعني عملوا انجاز عملوا انجاز عالي، فيعني بنبارك لهم تاني. طبعا داخلين بقى على الذهب، اجمل لحظه اهو كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والمهندس فرج عامر هم اللي بيتوجوا قدام محمد عادل. بيبوس مين؟ محمد عادل لعيب سموحه ابنه. ابنه يعني هو فعلا المهندس فرج عامر كان واقف معاه طول عمره، والدكتور يعني. عمرو علواني، ثلاثه رؤساء بيتوجوا النادي الاهلي بالميداليه الذهبيه. كابتن هاني وقفتك على التتويج دي كانت ليها حاجات كتيره وحكايات كتيره. يعني احنا بيبقى في معاناه طول السنه، طول السيزون، يعني تدريب، قصوى التدريب. النادي الاهلي احنا ما بنتمرنش زي بقيه الانديه، احنا بنتمرن ست سبع ساعات في اليوم، بنبقى سايبين بيوتنا. طبعا كل ده بيتنسي في اللحظه اللي انت شايفها دلوقتي دي، اللحظه اللي احنا واقفين فيها. كابتن محمود الخطيب هنا من فضلك ندقق فيه، اللعيبه فرحانه بيه وزي ما بص ازاي يعني بتاخد بايده بتقول له الف مبروك، فعلا عايزه يعني تشجعه على اللي قادم. لكن هنا اهو بص السلام كلهم، يعني هو فعلا كابتن محمود الخطيب كان طول عمره حتى وهو مدير كوره بيجي يهنينا في النادي بالحصول على البطولات الافريقيه. هنخش بقى روح النادي الاهلي، هي دي روح النادي الاهلي، هيخش تتويج المدير الفني. انا بصراحه يا جماعه متحيز جدا للكابتن ميدو مصلحي حقيقه، الف مليون مبروك. كلنا كمان انا عارف ابنكم اكيد، وفعلا كابتن ميدو مصلحي شرف النهارده وبدا ما شاء الله عليه. بص المنظر، بص ولا اروع ولا احلى من كده. بص المنظر كابتن محمود الخطيب، اكيد بص المنظر حاجه يعني مفرحه جدا جدا مع رئيس النادي الاهلي. وادي اللي هو خالد ابو زينه كمان، يعني واللي هو خالد ابو زينه المدير الاداري، يعني وادي كابتن محمود جمعه ونزولهم والسلام يا كابتن محمود. لازم ينزلوا على المنصه طبعا، ده حاجه يعني. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والناس كلها بتسعد ان هم يسلموا عليه. لعيبه سموحه راح يتصوروا معاه طبعا. هيتصور هو مع هو هيروح تلاقيه، بص هيتصور مع الكاميرا فتحت هتلاقيه راح للعيب. هو الكابتن محمود الخطيب نجم نجوم مصر يعني، فالناس كلها بتبقى سعيده ان هي تسلم عليه وتتصور معاه. طبعا دي حقيقه. باقي كاس البطوله دلوقتي هم الثلاثه برضه هيسلموه. بس لسه انا متاكد، بس لو كادري فتح شويه
هنلاقي الكابتن محمود بيسلم على لعيبه سموحه، فعلا اتصوروا معاه طبعا، اتصوروا معاه طبعا، هيتصور مع ليبيا برضه، هو ده صوره للتاريخ يعني بصراحه، يعني حاجه جميله. ادي مهندس فرج عامر، يعني مفيش احلى من كده، هيتصور مع لعيبه الاهلي طبعا، يعني مفيش احلى من كده رياضه كابتن. بعد ما انتهى الفاينل، رؤساء مجالس اداره الانديه بيسلموا على بعض وواقفين وفين بينهم كلام جميل، هي دي رياضه يا كابتن. ما هي واجهه مصر يا جماعه يعني. يعني الكلام ده واحمد عبد الدايم القائم باعمال مجلس اداره الاتحاد اكيد برضه نزل يهني الفرقه، لان ده يصب في للمنتخب يعني. ودي لحظه التتويج، مهندس فرج عامر والكابتن محمود الخطيب كمان سلموا كابتن الفرقه، بيسلموا كابتن عبد الله عبد السلام كاس البطوله. بصوا يا جماعه، احلى منظر بصراحه في بطوله افريقيه، وجود الثلاثه اربعه كمان اهو، الكابتن احمد عبد الدايم بيتصوروا مع الكابتن عبد الله عبد السلام في كاس البطوله الافريقيه ال 14. مبروك للنادي الاهلي، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي، وفعلا مفيش ولا احلى ولا اروع كده. وهو برده زي ما الدكتور فؤاد قال، كابتن محمود الخطيب رايح لفريق ليبيا كله لازم عشان يسلم عليهم برده واحد واحد. حاجه جميله جدا جدا، ما احلى الفرحه، ما احلى الانتصار. لسه هيتصوروا مع البطل يعني دلوقتي طبعًا. بس بينزلوا في التترات كلها الصور ديت. نفتح الكادر بس شويه يا جماعه، لو فتحوا الكادر برضو هتلاقي نفس الكلام. اتفضل يا كابتن دكتور. الحقيقه يعني اللحظات دي و النظام اللي معمول في القاعه، يعني كل الشكر والتقدير للنادي الاهلي وللدكتور مهند. الحقيقه ولا اروع، او فعلا زي ما احنا شايفين اهو جاي من المستنيين طبعا، مستنيين الكابتن الخطيب طبعا. شيل بس الاسترابه دي عشان تبان يا جماعه الصوره لو سمحتوا بعد اذنكم، يعني عشان الصوره تبقى الجمهور عايز يشوف الصوره ويتفرج عليها. ايوه كده، محمد عبد المنعم، احمد صلاح، كلهم عبوا، كل الناس حاجه. لا والثلاث رؤساء، ايه العظمه دي؟ وادي رئيس اللجنه المنظمه مبيته رئيس الاتحاد الافريقي. لا ده حاجه روعه. والف مبروك لرجال الكره الطايره، الف مبروك للنشاط الرياضي، والى مزيد من التقدم ان شاء الله من البطولات القادمه. وعقبال يا رب لما النادي الاهلي هو يعني قاب قوسين او ادنى من انهاء البطوله المحليه لصالحه، ويبقى فعلا ميدو عمل انجاز السنه دي انه كسب الثلاثيه وبدون هزيمه، وده انا توقعته من بدايه البطوله، وقلته مع حضرتك في الاستوديو التحليلي ان ميدو عايز يوصل لانه ياخد البطوله بدون ولا احلى ولا اروع من كده. لو تبص مصدر السعاده والبهجه الجمهور معاه، واللعيبه كمان بيستمتعوا معاه. يا اخي انا عايز اقول لك على حاجه والله، يعني من ساعه بره التحليل بقى، بره التحليل بقى، بره التحليل. هو لازم نضع حد بقى الموضوع ان مفيش جمهور في الرياضه ده. يعني الموضوع بقى دمه تقيل. احنا بنلعب في الجيل بتاعنا والجيل اللي قبلنا، بنلعب ماتش اهلي وزمالك، بنلعب نهائي افريقيا، بنلعب قبل نهائي افريقيا، مفيش كرسي فاضي في اي صاله. يعني بتلعب في صاله الزمالك كلها مقفوله، نص الاهلي ونص الزمالك، بتلعب في صاله الزمالك الصاله مقفوله، نص الاهلي ونص الزمالك، بتلعب في الاستاد كل الصاله مليانه. بيدي روح، بص يعني روح طلعوا فين؟ بص طلعوا فين؟ طبعا ما هم يعني هو الهوا بتاع الهوا بين الجماهير واللعيبه عادي جدا. بص واللعيبه اللي طلعوا لهم فوق اهو، فوق اللعيبه اللي طلعوا لهم طبعا فوق. دي حقيقه يعني. اتفضل تاني. يعني انا بجد والله لازم نشوف حل للموضوع الجماهير. عايز حل ازاي؟ لازم نحل ان احنا بنحط قانون ونسمح للجمهور يخش، واللي بيخالف يتعاقب يعني ايا كان بالظبط. انما لازم الجماهير يخش. ليه نحدد الماتش بتاع استاد برج العرب ليه 30,000؟ ليه ما يبقوش 100,000؟ ليه كل الماتشات بتاعت الدوري بتاعت الفولي بيبقى عدد محدود، اولياء الامور بس اللي بيتفرجوا؟ ليه؟ ليه الصغيرين ما بيلعبوش وسط جماهير من هم صغيرين؟ لما يتعودوا على الكلام ده كلام مهم. واحنا بنشوف كل الماتشات، يعني كل ماتشات الكوره وكل ماتشات الفولي وكل ماتشات الباسكت في كل انحاء العالم، الجمهور بيبقى عامل مؤثر جدا ومحفز دايم للاعبين. نتمنى من كل قلبنا ان الامر ده يتحل، لان هو الفاكهه بتاعت الرياضه الحقيقه هو الجمهور. الشكل اللي احنا شايفينه ده اكتر حاجه بينبسط بيها اللعيبه، والاغاني اللي بيغنوها لغايه دلوقتي كل واحد بيبقى فاكر الجمهور كان بيغني له وبيقول له ايه. فنتمنى يعني ان شاء الله ان الامر ده يتحل علشان ترجع الحياه للمدرجات. ادي راس وطبل وزمر من فرحه النادي الاهلي، فرحه جميله
جدا، واكيد بيحضروا لنا اغنيه دلوقتي للنادي الاهلي في الكره الطايره الرجال، لازم نستمتع بيهم ولازم كلنا نفرح بيهم، فعلا شرفونا وحاجه جميله جدا. كابتن نور سريعا يعني مع حضرتك احسن ارسال محمد المهدي من سموحه، اكيد بنقول له الف مليون مبروك نادي سموحه، الثلاث جوائز من 7 جوائز، لكن اكيد هنتحيز ليه عبد الله عبد السلام او حسام يوسف، رايك ايه؟